كمان ذكرنا محمود بفهمي، لكن مع محمود بفهمي في لجنة قانونية، احنا لما تولينا مسؤولية الحقيقة رصدنا مجموعة كتيرة جدا من بعض المشاكل القانونية، ان احنا ازاي المشاكل دي ازاي نخترقها وازاي نواجهها وازاي ناخد حقنا. عشان كده الإدارة القانونية كان برئاسة المستشار محمود فهمي مع أجلاء يعني موجودين، أنا مش عايز يعني أذكر أسماء، لكن اللي هم كلهم الحقيقة برضو نفس رؤية النادي الأهلي، كلهم ناس بتشتغل بدون مقابل، ناس بتشتغل بحب للنادي الأهلي، هم دول الناس اللي هتكمل مسيرة النادي الأهلي. وهنا كان فيه الحقيقة، أنا بس عايز أستنى على الصورة دي شوية حازم، حتى الصورة دي شوية حازم كويس. هنا الحقيقة يعني كان عندنا، هذكر لحضراتكم موضوع واحد بس. لما تسلمنا الإدارة كان علينا حكم على النادي الأهلي، حكم ب 134 مليون و750 ألف. النادي الأهلي يتغرم، متغرم بالحكم دوت في قضية مسك. طبعا لما قعدنا ودرسنا الموضوع، هي برضو من ضمن الإدارة المحترف، طب مين أفضل ناس؟ جبنا من الأستاذ محمود فهمي والأجلاء الموجودين، مش عايز بس أذكر أساميهم عشان أنا مش عارف مصرح ليه أذكرهم ولا لأ الحقيقة يعني. وتعاملوا مع الموقف ده. وهنا رحمة الله عليه مستشار حلمي عبد الرازق كان ليه فضل وكان ليه دور كبير جدا في إلغاء هذا القرار، وشلنا من على النادي الأهلي، أو شال مع لجنته مع إدارة مجلس إدارة، إحنا آخر ناس، اتشال غرامة تقريبا تقرب من 135 مليون جنيه على النادي الأهلي. ده بس أحد الحاجات، لكن كل القضايا اللي دخلنا فيها الحمد لله مجموعة المنتقى دي كلهم يعني كلها الحمد لله كان فيها نجاحات واضحة جدا بالنسبة للنادي الأهلي.